سرايب عقلي، ودشنت عام 1897 على أيام السلطان عبد الحميد، وبنفس الوقت دشن أكثر من حوالي 6 أو 7 سرايات في ذلك العهد. كان بناها الأمير مصطفى أرسلان، كان قائم مقام بتكليف طبعا من الأمبراطورية العثمانية أكيد، وبعدين استخدمت عدة استخدامات بعد الحرب العالمية الثانية: مدرسة، محكمة، مركز بلدية، ثم سجن. استخدمت للأسف كسجن أيضا لفترة طويلة، حتى 82 بالاجتياح الإسرائيلي. الاجتياح الإسرائيلي فرغ المبنى، وحتى سنة 1986 قررت الدولة إعادة السجن، ولكن الأهالي، أهالي بعقلين والمنطقة، رفضوا هذا الأمر وطلبوا من وليد بيك جنبلاط أنه على الأقل يعني يحل هذا الموضوع. فرمم المبنى وأزال السجن ومعالم السجن، وأقام أسس المكتبة الوطنية بعقلين، وقدمها إلى الدولة اللبنانية، حيث السراي تعود أكيد بملكيتها إلى الدولة اللبنانية. استمر الحال حوالي 10 سنوات، حتى عام 1996، حتى قرر مجلس الوزراء اللبناني أن تكون هذه المكتبة التابعة لوزارة الثقافة. في دار القمر هناك كثير من القصور، إذا صح التعبير، في بيت الدين، قصور الأمير شهاب الثاني، قصر من الأمير أمين، عدة قصور كلها بهالعصر، عصر الأمبراطورية العثمانية في ذلك الزمان. وأثار ببعقلين، لا أتصور أنه أكثر، يمكن القصر الحمادي أو قصر الحمادة ممكن يكون بهذا الإطار، حتى يمكن المقابر والنبع العين بعقلين في تلك الفترة أكيد. بالنسبة لدور التركية في محافظة على هذه الأثار، أعتقد أنه دور لا يعود فقط إلى الدولة التركية، قد يعود إلى الدولتين معا، لبنان وتركيا. لو طلبت، أعتقد الدولة اللبنانية من الدولة التركية ما أعتقد أنها تقصر في المحافظة على تراث عربي وإسلامي وتركي، تاريخ طويل عريض، ما بعتقد أنه بيقصروا، خاصة أنه كل السفراء التركيين عندهم اهتمام. طبعا نحن السفير التركي زار المكتبة وزار أكثر من زار المحمية، وكان له علاقة يعني في محطات معينة، كان في علاقة كتير مهمة مع آل جنبلاط، يعني